جدة مع الدكتور خالد محمد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي أستاذ في جامعة الفيصل. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور خالد. هذه أول محادثات مباشرة بين الرجلين. بداية، هل ممكن أن نسمع من حضرتك إلى أبرز عناوين ما حدث خلال هذه المحادثات؟ يعني كما نعلم بأنه تصدرها الملف اللبناني. نعم، الملف اللبناني كان حاضرا وبقوة، كما تعلمون العلاقة الوثيقة بين فرنسا ولبنان نسبة إلى التاريخ، فقد كانت فرنسا مسؤولة عن لبنان ومستعمرة لها في فترة من الفترات، وما زالت العلاقات قوية، فكان يهم حتى بعهد رفيق الحريري وعهد شيراك، يعني كان من أقرب العلاقات. صحيح، وماكرون أيضا التقى بالرئيس الحريري، فاطمأن إلى عدم صحة ما يشيعه إعلام المحور من أنه غير أو أنه ممنوع من السفر أو تحت الإقامة الجبرية إلى آخره، رغم أنه التقى أيضا الرئيس الحريري بعدد من السفراء الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي، وقام بزيارة أيضا للإمارات، إلا أن نصر الشيطان وحزب الشيطان وغيرهم يحاولون أن يعني يشتيروا الشبهات حول وجوده في المملكة. الرئيس الحريري، وجود سعد الحريري، صحيح، وكان واضح طبعا، وهذه ثاني مرة اليوم بيوم شهيد بكلمة حسن نصر الله. طيب، نعم، أنا أسميه حسن نصر الشيطان ليس نصر الله. الشيء الثاني أن هناك تعاون بين السعودية وفرنسا على كل المستويات الاقتصادية، يعني يهم الرئيس ماكرون أن يكون شريكا مع المملكة ومستثمرا في رؤية 2030، وأيضا أن تحظى فرنسا أو الصناعة العسكرية ببعض المشتريات. لا ننسى أيضا فرنسا هي أكبر مزود للبحرية السعودية بالسفن الحربية، وهي متفوقة في هذا المجال حقيقة، والذخائر والصواريخ الخاصة بها وبالدفاع الجوي. هناك أيضا الحرب على الإرهاب، فرنسا من أكثر الدول التي تأذت من داعش ومن الإرهاب عموما، وتريد أن تستفيد من تجربة المملكة وأن تتعاون معها من خلال مركز اعتدال والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وغيره من التحالفات التي تقودها المملكة في المنطقة. طيب، كيف سيكون هذا التعاون على الأرض؟ كيف سيغير ما يحدث الآن بالمشهد اللي يعني الكثير إقليميا ويتخوف من المرحلة القادمة وعالميا؟ تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، طبعا هذا العنوان العريض، بشأن لبنان طبعا وحزب الله، وبشأن اليمن والحوثيين ودعمه للحوثيين في اليمن. كيف سيغير ما يحدث زيارة هذه المفاجئة إلى الرياض اللي تم تنسيق لها بسرعة كبيرة قبل تواجد ماكرون في الإمارات؟ هو أعلن عنها وهو في الإمارات في نهاية زيارته أنه سيتوجه. صحيح، على عجل تم. وأنه لن ينتقي بالعاهل السعودي ولكن ولي العهد، وهذا أيضا يعني ناحية بروتوكولية توضح إلى أي حد كانت هذه الزيارة عاجلة وهامة بالنسبة لفرنسا. ما في شك أنه الإعلان الذي أعلنه الرئيس الفرنسي من مسؤولية إيران عن ما يحدث في المنطقة من توتر وتعديها على الدول الأخرى، تدخلها في شؤونها، البرنامج الصاروخي، المخالفات الكبيرة التي عليها، ضرورة معاقبة إيران على هذا البرنامج وعلى سلوكياتها في المنطقة، هذه لغة جديدة نسمعها من فرنسا، وهي لغة قوية تتشابه مع لغة ترامب واللغة البريطانية. قال ماكرون أيضا، بس نقطة أخيرة، يعني لا أعرف لماذا ماكرون قال بأنه سيتوجه إلى إيران ب 2018، ستكون أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 71، لماذا قال هذا؟ لا أعرف، هناك ربما مصالح إيرانية فرنسية، ربما أنه يريد أن يصلح ما فسد من العلاقات، لأن باريس تستضيف دائما مؤتمرات المعارضة السنوية،
وإيران تحتج بقوة عليها، أو ربما يريد إنقاذ الاتفاق النووي الذي يريد أن يلغيه الرئيس الأمريكي، وتصر أوروبا والدول الأخرى على بقائه. والمخرج كان أن نعاقب إيران على البرنامج الصاروخي وليس على الاتفاق النووي، يبقى الاتفاق النووي على ما هو عليه. لكن التصريحات الحقيقة أمس كانت واضحة وصريحة في وقوفه مع المملكة في مواجهة إيران وفي اعتداءات، في الاعتداء الصاروخي على المملكة في دور حزب الله وغيره. هذا أمر نحتاجه في هذه المرحلة، لأن السعودية الآن في مواجهة على ثلاثة جبهات مع إيران في المنطقة، ونحتاج إلى وقفة حلفائنا التقليديين وفرنسا على رأسهم. أنا أشكرك جزيلا من جدة. كنت معنا دكتور خالد محمد بطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي، أستاذ في جامعة الفيصل.